اهلا بكل حضراتكم مرة تانية. احنا في الفقرة الحوارية دي منورنا مش مجرد لاعب مميز في المصارعة الرومانية، احنا معانا بطل عالم في المصارعة الرومانية. اكيد هنتكلم معاه عن مشاركاته العالمية والتواجد دائما على منصات التتويج. بنرحب بضيفنا محمد جبر، بطل العالم في المصارعة الرومانية. يا صباح الفل عليك. اهلا وسهلا بيك كريم، ازي حضرتك؟ اهلا بيك يا محمد، منورنا. وخلينا قبل ما نخش في تفاصيل نعرف او نعرف الساده برضو المشاهدين عن محمد اكتر، وامتى بديت اصلا رياضه المصارعه تحديدا، وفي نفس الوقت عايزه اروح معاك للمصارعه الرومانيه، يعني تاريخ هذه اللعبه ودخلت مصر امتى. انا عارفه ان هي لعبه اولمبيه ممكن بدايه التسعينيات خالص. أيوة. فخلينا نعرف منك اكتر. أنا طبعاً والدي بطل أفريقيا وبطل بحر أبيض وبطل كبير في المصارعة، فأنا طبيعي في بنتك. فأنا لقيت نفسي في المجال لوحدي طبعاً. مش أنا لوحدي طبعاً، أنا يعني ما مارستش أي رياضة تانية قبل المصارعة الرومانية؟ لا، أنا طبعاً ليه أخ برضو بطل أفريقيا ومعايا في المنتخب، بس هو بيلعب مصارعة حرة وأنا مصارعة رومانية يعني. فاحنا بادئين المشوار من بدري، وهدفنا وهدف العلاب حالها يعني الميداليه الاولمبيه ان شاء الله. ازاي اخوك فلت من المصارعه الرومانيه وراح في حته ثانيه؟ ما هو انا والدي بيلعب حره ورماني. والدي حارز الميداليه الذهبيه في دوره بحر ابيض متوسط سنه 93 روماني، وتاني حره يعني جاي ميداليتين اتنين في دوره البحر. فيعني العمليه في بيتنا لعبتنا الحمد لله يعني. ف المصارعة الرومانية طبعا تختلف حاجات بسيطة كده عن المصارعة الحرة. احنا ماشيين في طريقنا كويس، فربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. حلو جدا. طيب احنا تعرفنا على البداية بتاعتك، بداية بقى حصدك للبطولات والمشاركات الدولية، خلينا نعرف منك كان سنك كام واول بطولة شاركت فيها حتى هذه اللحظة اللي احنا بنتكلم فيها. طبعا انا شاركت مثلا من 2018 كده بطولات عرب وبطولات ابراهيم مصطفى، ولعبت بطولة افريقيا. انت عندك كام سنة الأول؟ انا عندي 27 سنة. 27 كويس. طبعا المشوار بدأ واحدة واحدة، مشوار مش سهل طبعا. اكيد. حصل لي خسارات كتير في الأول، إصابات منعتني فترة طويلة عن اللعب وارجع تاني. ومشاكل كتير، بس الحمد لله يعني ربنا بيكرمني وبكمل يعني. وأهم حاجة بصص لها يعني ان انا ابقى بطل اولمبي، يا ريت والله ان شاء الله. ايوه، هدفي وهدف العيله كلها ان احنا نبقى بطل اولمبي. انا عندي ان شاء الله التاهيل في شهر 3 الجاي ان شاء الله، ربنا يكرمني واتاهل الاولمبي. البطوله هتشارك فيها يعني البطوله بطوله افريقيا هتبقى موجوده هنا في اسكندريه. هتبقى في شهر 3 ان شاء الله، فربنا يكرمني يعني. انا طبعا بطوله افريقيا اللي فاتت انا حارز الميداليه الذهبيه فيها في شهر 5 اللي فات ما شاء الله. طبعا يعتبر قريبه منها بتاعه التاهيل، فانا لو ربنا كرمني وجبت نفس الميداليه الذهب ان شاء الله هكون في الاولمبياد ان شاء الله. انت بتتكلم عنها دي اخر مشاركاتك في بطولات او منافسات دوليه ولا كان في لا لا لا, لا في كان في بطوله دوره الالعاب القتاليه من شهر، كان في حاجه. ايوه دوره الالعاب القتاليه من شهر طبعا حرصت فيها بين دول الميداليه الذهب في تونس، والحمد لله يعني. هي ما شاء الله عليك. طب يومك عامل ازاي بقى يعني عشان تبقى واصل للمستوى ده من الاحتراف في رياضه مش سهله بالشكل ده؟ يعني يومك عموما عامل ازاي من اول ما بتصحى؟ طبعا انا يومي يختلف عن الناس كلها. أكيد. يعني بصحى بدري، لازم اصحى بدري عشان افطر بدري قبل التمرين عشان ما ينفعش ابقى واكل قبل التمرين. بتمرن تمرينتين اتنين في اليوم على حسب برضو الجدول اللي المدرب بيعمله. بنام بدري عشان خاطر اكيد تصحى بدري. عشان بصحى بدري وعشان خاطر النوم بدري بيخليك بتبقى مركز زياده في التمرين اكتر، وبتبقى بتبقى يعني عصبيا وذهنيا احسن يعني والكلام ده. فحال الرياضي ايه؟ اكل ونوم وتمرين، اكل ونوم وتمرين، فهي كده. في تضحيات دايما الابطال الرياضيين تحديدا لازم يعني تبقى موجوده في حياتهم للاسف. يعني هتلاقي انت حياتك الاجتماعيه هتلاقي شويه. انت طبعا اتخرجت الاول من كليه ايه؟ لا انا مش كليه، انا دبلوم صنايع. وهل بتشتغل حاجه بجانب التدريبات ولا مكرس حياتك للتمرين؟ لا انا باصص عشان هدفي. برافو على فكره، ده احسن بكتير بالمناسبه، لخليك يعني مركز اكتر، فوكس اكتر على هدفك. طيب خلينا بقى نسالك، لان اكيد انت طالما كل حياتك الرياضه اكيد بعد مشوار الرياضه كلاعب عندك حلم ان انت بقى تخش في التدريب سواء هنا مع الاتحاد او غيره، ده فعلا طموح عندك؟
حسب ما انا يعني سمعت. بالنسبه للتضحيات طبعا انت حضرتك شايفه انا على طول مثلا طول السنه في معسكر بعيد عن بيتي، بيحصل لي اصابات. يعني انا كان جالي قطع في الرباط الصليبي قبل كده، وعملت عمليه واهلت ورجعت مسكت ميزاني تاني، ودلوقتي بقيت رقم واحد في افريقيا الحمد لله. ففي تضحيات كتير فعلا، انا واي رياضي بيمر بالتضحيات دي. بس كل ما انت بتمسك الميداليه الذهب كده في ايدك وبترفع علم مصر في المحافل الدوليه وتسمع النشيد الوطني في المحافل الدوليه وتكون انت السبب فيه، كل ده بتنساه. طب كل ده ما انت خلاص اللحظه دي بتساوي الدنيا وما فيها. اكيد. فحلمي بقى ان ربنا يكرمني في ميداليه اولمبيه ان شاء الله. بس ده عشان يحصل يا محمد لازم نتكلم شويه عن المشوار. يعني مبدئيا انت بتتكلم ان كان عندك اصابه، هل الاصابه دي جت بسبب خطا منك انت ولا حاجه مالكش يد فيها، ولا كان مشكله ان المسؤول عنك المدرب او الجهاز الفني والاداري؟ طبعا انت عندك جهاز ولا ما فيش اصلا جهاز؟ الموضوع ماشي لا 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 يكون كده. لا 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 في جهاز طبعا. وطبعا موضوع الاصابه ده دي حاجه بتبقى بتاعت ربنا. يعني ممكن الواحد هو ماشي كده، هو انا اتصبت في التمرين وكان في وسط التمرين حصل له الاصابه، بس الاصابه دي بتاعت ربنا ايا كان. مش يعني تقصير يعني، او ان انت كنت بتتمرن لوحدك او حاجه زي لا لا لا، كنت في تمرين المنتخب عادي في وسط زمايلي وبتاع، وقام حصل غلطه في الحركه كده ورده، حصل لي الاصابه دي يعني. كنت ساعتها كان في بطوله في اسبانيا وكنا خلاص طالعين لها، قبلها باسبوع كان حصل لي الاصابه دي وما اتمنعتنا على المشاركه. والاتحاد هو اللي بيطلعكوا والمعسكرات والبطولات اللي بتشاركوا فيها هو بيتحملها. أيوة نسبه كامله. انا طبعا عايز اشكر الدكتور اشرف صبحي، في الفتره الاخيره دي واقف جنبنا جدا وبيعمل معانا اجتماعات وبيشوف مشاكلنا. احنا اتطورنا كتير، احنا خرجنا معسكرات خارجيه الفتره اللي فاتت، رحنا المجر، رحنا رومانيا. طبعا مستوانا بيزيد، انت بتلعب ناس ابطال عالم في المعسكرات دي، انت خلاص انت بتحسهم في المعسكر، مش شرط انت بتلعبه في البطوله مثلا غلطت منه غلطه ممكن تخسر الماتش يضيعك البطوله، لكن لما انت بتتمرن معاه في المعسكر غلطت غلطه خلاص انت عرفت الغلطه بتاعتك دي فين، بتصلحها، بتعرف عيوبك. الكلام ده بيفرق معانا كتير طبعا. الحمد لله يعني. طب انت يعني كنت بتقول ان دايما بتتكلم مع دكتور اشرف صبحي وبيسمع منكم مشاكلكم. بالمناسبه من باب العلم بالشيء، ايه هي مشاكلكم وايه اللي منها تحل في الفتره الاخيره؟ طبعا ما كانش في مرتبات للاعيبه مجزيه، هو حللنا المشكله ديت. طبعا موضوع المعسكرات الخارجيه برضه حللنا الموضوع ده، وبقى في معسكرات خارجيه وبقينا نشارك. هو اللاعب محتاج ايه يعني؟ دول نقطتين في منتهى الاهميه الحقيقه. يعني هم مهمين بس ده اللي انا كنت بسالك فيهم اصلا. ايوه في حاجه مهمه برضه انت سالتني فيها، انت قلت لي ايه بعد المصارعه؟ انا بقى مش عارف انا هروح فين بعد المصارعه. وده سؤال ما عنديش اجابه. هو ده السؤال. بس كمل زي ما كريم فعلا بيقول، في الاداره في التدريب يعني اكيد خبرتك دي نفس العالم نفس الدنيا. ماشي بس برضو ما يعني انت ما بتكون انت بمثلت مصر مثلا بقالك 10 15 سنه وبتجيب لها بطولات وبتاع، مثلا انت بتبقى محتاج مثلا البلد تديك وظيفه حاجه تبقى انت مأمن بقى مستقبلك. لما يكون بطل واصل للمرحله دي اللي انت وصل لها واللي لسه هتوصل لابعد منها كمان ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله وبين قوسين كده، ويا سلام لو في ميداليه اولمبيه كمان هتحلي الدنيا اكتر واكتر يا رب. دي بتبقى خبرات مطلوبه وناس يعني بنت الرياضه دي، بنت اللعبه دي، ومش مجرد بتنتمي لنوع معين من الرياضه، ده انت بطل عالم فيها، فلازم تكون اكتسبت من الخبرات ما يكفي ان هم يستفيدوا من وجودك باي شكل من الاشكال بقى، اداريا كجهاز فني، لازم ده يكون. ايوه ايوه. فده على فكره كل رياضي وكل بطل بيفكر فيه. يعني معظم يعني انا مش مع فكره اللعيبه اللي بتهرب ولا الكلام ده والكلام ده. احنا دلوقتي الحال اتحسن جدا وبقى في مرتبات وبقى في معسكرات وبقى في دنيا. يعني ايام والدك يا محمد ما كانش الوضع كده نقدر نقول. لا ما كانش في كده الوضع ده، بس كان في تعيينات ساعتها. طب تعالى بقى نسال والدك تحديدا، ومعانا على التليفون كابتن علي جبر طبعا مدرب منتخب مصر السابق للمصارعه الرومانيه. يا كابتن علي صباح الهنا طبعا في البدايه، وسعداء ان حضرتك معانا وسعداء بمحمد جدا، وكنا لسه بنكلمه عن يعني الدعم اللي لقاه من حضرتك وازاي برضو كنت قدوه ليه، لكن يعني خليني قبل ما اخش في تفاصيل طبعا اصبح عليك. صباح الفل يا فندم. اهلا بحضرتك. النادي الاهلي كله بأجمعه
وصباح الكابتن محمود الخطيب، لان ده راجل محترم وراجل كل الناس بتحبه بصراحه. صحيح صحيح. يعني احنا بنصبح على حضرتك، ومعلش بقى هنروح معاك لبعض التفاصيل. بدايه طبعا عايزين نروح للدعم اللي حضرتك كنت بتوجهه لاولادك، لان احنا سمعنا كمان من محمد مش هو البطل الوحيد في البيت يعني، فده رقم واحد. ازاي قدرت حضرتك تخليهم يكملوا المسيره؟ ده دي حاجه. الشق الثاني كنت بسال محمد دلوقتي الفارق ما بين زمان ودلوقتي في هذه الرياضه تحديدا المصارعه، يعني هل الوضع دلوقتي تحسن كابتن علي، ولا الوضع زمان كان افضل؟ يعني خلينا نسمع من حضرتك ونسمع بالتفصيل شويه. اتفضل. تحت امرك يا فندم. هو اولا محمد ومصطفى، انا ليا مصطفى ومحمد، دول نور عينيا، واحمد اخوهم لهم اخ برضه صغير كده هيطلع بطل ان شاء الله. دول نور عينيا. تعبت قعدت مسيره حياتي كلها ان انا اربيهم على المصارعه علشان يمشوا ويبقوا ابطال اولمبيين وابطال عالم. هاي ماشيين في الخطوات دي انا وهم ان شاء الله، وربنا يوفقنا ان شاء الله يعني باذن الله. طب عشان نحقق ده بقى خلينا نسمع من حضرتك يعني، وفي نفس الوقت زي ما كنت بقول لك سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجه جميله جدا، وعمل وزود لهم المكافئات، ودي حاجات كانت بعيده اصلا. صحيح. عن الرياض. هو زود لهم المكافئات، وسياده الوزير خلاص هيبدا ينفذ لهم زياده كده، وبعدين ربنا كرمنا وعملوا لهم مرتبات في الاتحاد، وده ما كان ممنوع قبل كده. ما هو كان امر غريب فعلا يعني. الرياضي ده لو هو مكرس حياته للرياضه دي تحديدا فعلا هيعيش منين؟ ما ده كان امر كان لازم فعلا يتم تعديله. طب ايام حضرتك كابتن علي برضو ازاي كان الوضع قائم؟ كان في تعيينات في الطيران في شركه الكوم، كان في تعيينات، كنت انت بتروح تتعيني وتلعب الرياضه كانت هي كفيله بتصرف عليك. تمام تمام تمام. انما دلوقتي بقى موضوع المرتبات ودلوقتي بقى يعني بقى دلوقتي الاحصاء، دلوقتي احنا بينا طمعانين في كل حاجه، احنا طمعانين نبقى ابطال عالم، طمعانين نبقى ابطال اولمبيين، لان المجال دلوقتي طول ما انت بطل طول ما بينصرف عليك، لو ما انتش بطل مش هنصرف عليك. بتفق معاك جدا. انا عندي برضو نقطه حابه اسال حضرتك فيها بالنسبه للمعسكرات الخارجيه، هل وقت حضرتك كان في معسكرات خارجيه، ولا الوضع كان صعب شويه حسب برضو الامكانيات الماديه وغيره؟ كان صعب يعني. انا في حياتي الرياضيه انا قعدت 10 سنين 11 سنه انا ما عسكرتش الا بطوله واحده بس. الوضع اختلف نقدر نقول دلوقتي يعني. طبعا هم عملوا محضر شهرين اتنين. والصوت بيقطع شويه. هو ممكن يبقى كابتن علي كمان مش سامعنا كويس قوي. انا حاسه كده في حاجه في الصوت يا جماعه شويه اعتقد. نعم. هو الصوت كويس ولا ده عندنا؟ الصوت جاي كويس معايا. الشبكه. طيب عموما احنا اكيد يعني سعدنا بالتواصل او ما تيسر من التواصل مع كابتن علي جبر. شكرا جزيلا لوجود حضرتك معانا تليفونيا، وان شاء الله تنورنا في البرنامج قريب باذن الله. نرجع بقى لبطلنا محمد، فكرة ان انت يعني اهل بيتك كلهم ابطال عالم يعني الوالد بسم الله ما شاء الله واخوك وكذا، اكيد دي سهلت حاجات كتير، وفرت عليك حاجات كتير، لكن في المقابل حطيتك بقى في فكرة ان انت متحمل مسؤولية كبيرة فظيعة. ايوه فعلا. عشان ما ينفعش تكسف الناس دول وتأثر عليهم. ما ينفعش فعلا. ما ينفعش. كنت بتتعامل مع التفصيلة دي ازاي، وبالذات وانت صغير؟ انا عايز اقول لك الموضوع بيبقى بالنسبة لي انا واخويا بيبقى صعب جدا. انت والدك مدرب وبيبقى الناس كلها عارفاه. انت بتلعب ماتش، انت بتلعب ماتش اللي مثلا لو اللاعب مثلا بيطلع 100% في الماتش التاني، هو بيطلع انت في الماتش بتاعك مليون المية. اكيد. ايوه. فانت وطبعا انت في نفس الوقت برضو ما ينفعش ان انت تخسر او يبقى شكلك وحش عشان خاطر والدك والكلام ده، فانت بتبقى تحت ضغط زياده عن اللزوم عن اي حد. بس انت حضرته كمدرب المنتخب؟ لا ما كانش ماسكني. لا كنت انا لسه ما مسكتش ميزاني يعني. كنت انا لسه صغير سنا شويه. اوكي. لكن كان بيمارس نفس الامكانيات اللي بيملكها عليك بقى بشكل عام من وانت صغير عشان يأهلك للي جاي. ايوه. وفر عليك ايه؟ وفر عليا حاجات كتير كنصايح مش اي حد ينصحها الا يكون واحد لعب واتحط في نفس المواقف دي. صحيح. وتجارب يعني سابقة. بدل ما تمر انت بيها هو بيديك. ايوه هو بيديها لك. فدي فرقت معانا جدا يعني. وطبعا اهم نصيحه على الاطلاق طلعت بيها من كلامك معاه، يعني اللي فعلا النصيحه اللي فعلا فرقت معاك في المشوار بتاعك قوي وحقيقي وفرت عليك حاجات كتير؟ هو بيقول كلمه الصبر نهايته جبر.
الله حلوه يا سلام. فهي كابتن علي جبر هيقول ايه طبيعه الحال. فاحنا بنصبر ودي ده ده ده, ده ربنا هو اللي قايل كده. فاحنا بنصبر وربنا هيدينا ان شاء الله ان شاء الله. محمد انا حاسه من كلامك وانت تصلح لي يعني انت كاركتر او شخصيه طموحه جدا عندك حلم عايز تحققه بارت منه ان انت عايز تعمل ده لوالدك اكتر ما عايز تحققه لنفسك ده احساسي صح حقيقي. شفت انا بقرا الناس ازاي يعني انا عايز اجيب الميداليه الاولمبيه ليه هو مش ليا ده شعور يعني حلو على فكره جدا يعني ايوه يعني الحمد لله والدفع ده ممكن يوصلك لتحقيق الميداليه دي فعلا على فكره هو ده فارق معايا كتير جدا ومخليني مركز اكتر مش انا لوحدي انا واخويا يعني اخويا برضو ميزانه ميزان مؤهل للاولمبيات هو بيلعب مصارعه حره المصارعه الحره طبعا اصعب من المصارعه الروماني في افريقيا هو ماسك ميزانه بقاله سنتين كان في لعيبه ما كانتش بتخسر في افريقيا من تونس ومن جنوب افريقيا هو هزمهم وماسك ميزانه وماشي كويس الفتره دي ف يعني احنا الاثنين ان شاء الله هنكون بنلعب في التاهيل للاولمبيات ان شاء الله اللي هي في شهر 3 الجاي واتمنى ان احنا الاثنين نتاهل ان شاء الله جميل. ان شاء الله ما هو ده حلمنا ان شاء الله واحنا بقالنا كتير ماشيين في المشوار ده بيحصل لنا ضربات وبنرجع تاني وبنمسك ميزاننا وي وي وكده حلو جدا طيب انا هتكلم معاك شويه في حته التعيينات اللي انت ذكرتها لان ده ملف مهم انت دلوقتي بتقول ان الوضع ما بقاش زي الاول الاول كان فيه تعيينات لكن دلوقتي فيه مرتبات هل انت شايف ده تعويض جيد ولا انت برضو محتاج يبقى ليك وظيفه مع كونك بطل رياضي انا هقول لحضرتك ما هو انا انت اصلا مش متجوز الاول لا انا متجوز متجوز يعني عندك اوريدي تكاليف كمان تانية انا عايز اقول لحضرتك انا دلوقتي بعد ما ربنا يكرمني واخلص رياضه خلاص مش هيبقى في راتب من المصاري طب ايه فين بقى ارجع بقى اشوف اي حاجه تاني بتاع فانا يعني بتمنى من يعني من سياده الوزير هو كان بيقول في موضوع كده موضوع تامينات للابطال الرياضيين الكبار ماشيين فيه والكلام ده هو كان قاعد معانا في الاجتماع كويس قوي لو فالموضوع ده ايوه طبعًا. يتامن علينا طبعا طبعًا. فتمنى الموضوع ده يمشي يعني وعلى فكره الموضوع ده حق للابطال دول ايوه فالحمد لله احنا بنعمل اللي علينا والباقي على ربنا جميل بص يعني احنا نتمنى طبعا حصولك على ميداليه اولمبيه ده هيفرق معاك بشكل كبير جدا في مستقبلك فده بقى دورك ان انت تعمله وتفرحنا وتامن بيه كمان مستقبلك ده رقم واحد عايز اقول لك ان الموضوع ده صعب جدا يعني هو صعب بس اتعمل كتير يا محمد واتعمل من ناس ممكن يكونوا اقل منك في الامكانيات او العزيمه يعني احنا بنشوف الحلم بعيد صعب لكن بيحقق هو صعب بس مش مستحيل وانت اوريدي قاطع شوط كبير تجاه تحقيقه ايوه بس احنا برضو محتاج دعم معايا معنوي ونفسي وكل حاجه علشان خاطر اوصل للحلم ده باذن يعني الله الحمد لله يعني ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله واتمنى ان شاء الله لو ده حصل يعني يكون فيه ده نداء تاني هنقعد نقول لغايه اولمبياد باريس وبعد اولمبياد باريس يبقى الشركات الوطنيه رجال وسيدات الاعمال الوطنيين ان هم يدعموا الابطال بتوعنا لان هم محتاجين الدعم دلوقتي ومش محتاجين الدعم بعد كده لما بيكونوا ابطال يعني هم محتاجين الدعم ده عشان يبقوا ابطال يعني فاتمنى يكون في اهتمام بالفئه دي ان الفئه تستحق ذلك يعني هو في يعني في سقف للاعمار في الرياضه دي بالنسبه لل طبعا المفروض بيبقى في سقف يعني انت مثلا لما بتعدي رينج معين كده مثلا 35 سنه كده طبعا مش هتبقى بنفس الجوده بتاع اللاعب اللي في العشرينات اكيد اكيد انت دلوقتي احنا عندنا الماتش 6 دقائق الماتش 6 دقائق ده بيعادل اكتر من 90 دقيقه بتوع الكوره انت في الكوره ممكن تاخد سبرنت وترجع ماشي مثلا ولا الكلام ده لكن انت من اول ما الماتش بيبدا انت كل حته بجسمك شغاله ف بدني صعب جدا والتحام وصراع والكلام ده فطبعا لما السن بيكبر البدني بتاعك طبعا بيقل مهما انت كنت بطل وايه اكبر سن كان بطل فيه شارك يعني لغايه سن كام عالميا دلوقتي بقى في بطولات رواد بتتلعب بس طبعا هم الرواد مع بعض طبعا انت مش بيتنافسوا مع فئات عمريه مش فئات عمريه لا في الرياضه الرومانيه تحديدا اكبر ممكن سن ممكن في رينج 35 سنه كده
طيب نقطه مهمه قوي بقى، لان احنا انا وكريم كان معانا الخبر ده امبارح وكلمنا عن البطل طبعا المصري كرم جابر وعودته مره تانية. انت بتشوف برضو بطل من 2015 كان مختفي وقرر يعود مره تانية وعنده حلم، مش كده؟ بقول لك الحلم ممكن يكون صعب بس يحقق يعني، وده فوق ال 35 وده بقى فوق ال 35 بعدي مستريح بقى، ده مواليد 79 يعني او 78 حاجه زي كده. فشفت اثر الخبر ده ازاي؟ هل فرق معاك اللي هو في امل حسيته او يعني، ولا بالعكس ده كان خبر مش جيد عليك مثلا، حسيت التنافس ممكن يبقى اشد؟ خليني اعرف منك. والله الحته دي انا مش عايز اقول لك المفروض المدربين هم اللي يتكلموا فيها، لان انا لاعب برضو يعني، لا بالعكس الحته دي برضو فنيه شويه هم اللي بس يقولوا. ده رمز في الرياضه بتاعتك طبعا. الكابتن كرم بطل كبير ومحدش ينكر الكلام ده خالص يعني، الكابتن كرم ده من اساطير اللعبه. بس اللي هو عمله ده ممكن ده يعني تبقى دي تفصيله اللي تقصدها انا وانت، فكره ان اللي عمله كرم جابر ممكن يغير لك ويغير لغيرك وجهه نظرك مثلا في تاريخ اللي انت هتعتزل فيه او في المرحله السنيه اللي انت هتبطل فيها. وعنده اجابه يعني مش عايز يقولها، انا حاسه كده. بس هنجيبها برضه، مش هنسيبه، هنتسرسب وناخد منه الاجابه. ما بنرحمش. قول يا محمد. انت يعني حسيت انها مش رأيك. احسن حاجه صح؟ انا حاسه ان انت ما استقبلتش الخبر ده احسن حاجه، ده من رد فعلك يعني. والله عادي يعني، انا ما لان الكابتن كرم انا ما حضرتوش في كهو لاعب يعني، انت ما فانا برضو ما مش عارف برضو الدنيا ماشيه ازاي. بس لكن كهو كاسطوره كان هو يعني كان حلم ان انا اتمرن معاه في يوم من الايام. هو دلوقتي كابتن كرم بيتمرن معانا في المنتخب وبنستفاد منه كتير وبنشوف حركات بيعملها كويس كده يعني. نرجع ونقول ان اللي عمله كرم جابر ده ممكن يغير وجهه نظر كتير من الناس اللي كانوا شايفين ان في سن معين بالزبط. لازم الواحد يبطل في الرياضه دي. أيوه. هي هو كسر التابو ده. أيوه. بنتمنى لك كل النجاح والتوفيق اللي في الدنيا كلها الفتره الجايه. انا عايز بس اشكر ناس كده طبعا الناس اللي تعبت معايا الفتره اللي فاتت، كابتني الكابتن كمال عبده بتاع مدربه في المنتخب، وكابتن ياسر صقر، اللعيبه زمايلي اللي ساعدوني، اي لاعب اتمرنت معاه وصلت يعني كنت بسببه وصلت للمرحله دي بشكره جدا. طبعا في لاعب اتاهل للاولمبياد فينا من بطوله العالم اسمه عبد اللطيف منيع. عبد اللطيف منيع 130 كيلو، هو ده انا اقرب ميزان لي، انا 97، فاحنا على طول بنتمرن مع بعض وهو ليه فضل كبير عليا. وطبعا في ابطال كتير يعني بتمرن معاهم برضو، محمد ابراهيم كيشو، محمد ايهاب، هيثم فهمي، يعني ربنا يكرمنا في اللي جاي ان شاء الله. امين يا رب ان شاء الله ويوفقكم كلكم. بنشكرك على وجودك معانا النهارده، نورتنا. ده انا اللي اتشرفت بلقائكم ده يعني. لا احنا بجد سعداء بيك، واحنا اللي اتشرفنا يا محمد، لان انت بطل مصري ونتمنى ليك كل التوفيق. وهرجع اقول تاني بجد، وده شعور اعتقد اي حد دلوقتي هيفهم انا بقول ايه او هيسمعني هيقول الكلام ده مظبوط فعلا. احنا بنشعر باي شخص مصري بيمثل مصر وبينجح في الخارج ان ده واحد من البيت عندنا، فهتلاقي الدعم المصري يعني والجماهيري عظيم جدا. بالتوفيق ليك، وانا نفسي ان انتوا تفرحونا يعني، تتاهلوا وتفرحونا، ان انت شوف بقى كم عيله هتفرحها وكم عدد مش بس على سكيل والدك او والدتك او البيت عندكم. ده بجد انا عايز اقول لك ان ده بيبقى حلم، فمش عايز اقول لك ان انا الواحد بيعمل كل حاجه بالظبط كل يوم علشان خاطر اللحظه دي. عايز اقول لك الماتش بيبقى 6 دقائق، بيبقى 6 دقائق دول بقى عشان توصل لهم وتكسبهم مسيره كبيره قوي. ان شاء الله ان شاء الله وربنا يكرمك وهتشرفنا وهتفرحنا انت واخوك باذن الله. بنشكرك على وجودك معانا.